أعرض وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة الجيزة. جاء ذلك خلال اجتماعه بمسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة. قال الوزير إنه جار توصيل خدمات الصرف الصحي ل 42 قرية بما نسبته 25% من إجمالي قرى المحافظة، والبالغ عددها 167 قرية، لخدمة 26% من سكان القرى بالمحافظة، بخلاف 38 قرية مخدومة بما نسبته 23% من إجمالي قرى المحافظة والتي يسكنها 36% من سكان القرى بالمحافظة. أوضح الوزير أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لسبع قرى بنهاية يونيو 2018.